بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. النهاردة يا جماعة 3/15/2022 من داخل سوق الغنم والماعز ومن داخل سوق الخرفان اللحم بالأخص. هنخش نشوف أسعار اللحم. أسعار اللحم يا جماعة، هنا أكبر تجار في السوق الحاج محمد بسطاوي والمعلم علاء تبارك الله، يعني ما شاء الله تبارك الله. اي حاجه لحم، فئات لحم هتلاقيها عندهم، اي خرفان ثقيله في اوزان بتوصل معاهم، يعني بتبتدي من 50 لغايه 120. الاوزان عندك بتبتدي من 50 لغايه 120، صح كده؟ بالصلاه على حضره النبي. هذه اول خروف معانا يا جماعه، بالصلاه على حضره النبي تبارك الله. ايه سنه ده معلم علاء؟ جوز واحد يا جماعه تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا يا جماعة أول خروف. هلا هذا طرف الخروف ما شاء الله تبارك الله. هذا طرف الخروف تبارك الله يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله. والسن جوز ما شاء الله. المزرعة الله يوسع عليك. بقول لك يا كبير، ده نفس كده يعمل له كام تقريبا؟ والله 95. 95 تبارك الله يا جماعة، يا هي 95 ده تبارك. ولو صفى حق علاء، ها؟ لو صفى شف كام ده؟ صفي له حق 60 كيلو. 60 كيلو بالصلاة على النبي تبارك الله. 60 كيلو عليه ولا في بعشرة معلم؟ لا عليه. ايه عليه كبير؟ عليه 66. 66 6600 تبارك الله. 6600 يا جماعة تبارك الله. بس يا جماعة مهما هتشوف برضه في الفيديو مش هتلاقي تشوف زي الطبيعي يعني. بسم الله ما شاء الله. بص الظهر يا جماعة، شايفين الظهر؟ هذا الظهر ايه؟ شايفين؟ بص العظمه بتاعت من هنا لهنا تبارك الله ما شاء الله. وهذا الطرف تبارك الله ما شاء الله تبارك. اللي هي تاي كام معلم علاء؟ هي 8. من ضمن ال 66؟ من ضمن ال 60 لحم صافي. بالصلاه على النبي تبارك الله ما شاء الله. ايه معانا ثاني هنا معلم؟ معانا تبارك الله كسر أربعة. دول أخوات ولا لا؟ ده لوحده. ده لوحده ده. كسر أربعة تبارك الله. هذا يا جماعة الصلاة على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله. إيه الفلوس يا معلم؟ 45. 4500. ما شاء الله. أهو يا جماعة كسر أربعة تبارك الله. أعرف لو في السوق برا ده يا جماعة، لو في السوق برا ده معلم أسمع فيه 55. أيوه. صح يا معلم؟ أيوه. تبارك الله. عليه الصلاة والسلام. تبارك الله. وادي حتة برضه من المال الطيبة هاي جماعة. السلام عليكم. اللهم صل على النبي. السلام على النبي تبارك. ايه سنة ده معلم علاء؟ ده؟ سن جوز. كسر جوز. السلام على النبي. هذا السن جوز يا باشا كسره برضه. السلام على النبي تبارك الله. ايه الفلوس يا معلم؟ فلوس 52. 5200. بالصلاة على النبي. 5200 يا معلم علاء. يزيد على دي؟ يزيد. تبارك الله. هو مدته اطول من دي. ايوه تبارك الله. كم قلت لي؟ 52. اهو يا جماعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. لو قلنا يصفي ده يصفي له كم معلم؟ 45 كيلو. 45 ما شاء الله تبارك الله. هم يا جماعه خش على التنين يا معلم. الصلاة على حضرة الله. هذا يا جماعه دول ودول لبان الاثنين مع بعضيهم دول يعني يا جماعه. الصلاة على النبي تبارك الله. والسن يا معلم؟ لباني. الاثنين لباني؟ تبارك الله. مع بعض؟ كم يا معلم؟ 84. كم؟ 3400. يقسموا؟ لا ده اكتر شوية. ده اكتر؟ يعني 4400؟ لا 4300 400. بالصلاة على حضرة النبي. هم هذا طرف الخروف يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك. وهذا ظهرية الخروف. بالصلاة على النبي تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ماشي يا معلم على خش على بعده. ده لباني. بالصلاة على النبي. ده لبان يا جماعة. ايه الفلوس يا معلم؟ 47. 47 ما شاء الله. اهو 47 ده يا جماعة تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 47 وظهره حلو مليان. وده يا معلم؟ ده كسر جوز واحد. ده كسر جوز واحد. 49.
49. هذا الخروف، هذا الخروف يا جماعة مستقيل يعني ما شاء الله. لا تبارك الله 49 ها 5000 الا 100 ده الا 100 تبارك الله. هذه فئات اللحمة يا جماعة ان شاء الله تبارك الله تبارك الله. ابقى الخرفان هتخش في سوق ضراو مش هتلاقي زي الحق على يعني بصراحة بمرض الله. ده ب 38 38 الصلاة على النبي تبارك الله. صفي له كام ده معلمة؟ 28 28 الصلاة على النبي الصلاة على النبي تبارك الله. الراجل بيقول 28 يا جماعة. ده مجنس يا معلم صح؟ لا بلد مش مجنس؟ لا الصلاة على النبي تبارك الله. ده ب 4000 ما شاء الله تبارك الله. والثاني ده اللي هنا الاثنين دول اخوات معه. ولدك ده حق على اخوك ما شاء الله لا تبارك الله. ما انا بصور عليه على طول. نور معلم يوسف قول لي انت بقى دول بكام الاثنين؟ 8100. الله ينور عليك يا معلم. 8100 دول يا جماعه. اللي هناك يزيد يا معلم؟ ده اللي يزيد اللي هنا. حط يدك كده طيب ما عادش عشان اقرا. ده لقرنين يعني القرنين بس اللحم الثاني يزيد. الثاني في اللحم الثاني في اللحم يزيد. العمة بتفرق في الخروف يا معلم. تفرق 500 برضه. احنا بنقول للناس اللي هي بتروح مثلا هي تشتري خرفان ايه الخروف مثلا اللي اشتريه حلو كده مصائم ايه صنعة الخروف؟ صنعة الخروف في الطرف الحلو. ايوه قرنين الوسعين تمام. نص ودن نص ودن. انت قول لنا يا سيدي المعلمين انت الخروف مثلا انا عايز اروح اشتري لي خروفين يعني في شباب بيبقى لسه عايز يربي مثلا اروح يجيب له 5 خرفان ويخليهم على الضحيه. في خرفان بتتباع على الضحيه وفي خرفان واحد يقول لك لا عشان واحد مثلا يجيب له 5-6 خرفان حلوين. ايه مواصفات الخروف؟ مواصفات الخروف الطرف حلو القرون حلوه العظم مجهز ظهر الخروف بيكون ايوه تبارك الله عظمه غليظ تبارك الله. يعني مش خروف رفيع تخليه لي تقول انا سعيد خروف. ايوه الخروف له مواصفات في الخلف صح يا حاج. في عظم غليظ يعني غير يختلف العظم يا حاج اللي هم برضه احنا بنفهم الناس برضه اللي هي العظمتين دول يبقوا عراض صح كده؟ دول يبقوا عراض وبيت الكلاوي ده الله ينور عليك تمام. والركب بتاعت الخروف بتكون غليظه الركب بتبقى عريضه تبارك الله. يعني رميز زي ده عظمه يغوى رميز زي ده ايوه نوعه يغوى يعلى ثاني يعلى ثاني ويغوى كثير خلاص اقعد على حيلك دلوقتي تبارك الله. تتكلم بطل فض بلا قلب بلا قلة أدب خلاص تبارك الله. أبو الحسن ولا مين؟ ماشي جيلك ماشي جيلك دقيقة تبارك الله. مشكورك مديرك الله يوسع عليك يا حاج الله يوسع عليك تسلم الله يبارك لك الله يبارك لك يا خال الله يوسع عليك. دلوقتي يا حاج محمد يعني برضه احنا عرفنا مواصفات الخروف اللي عايز له مثلا يجيب له 5 للضحيه. يعني في ناس بتشتري مثلا على رمضان يشتروا لهم 5 يرموهم في البيت ومنها الناس بتسترزق يعني يجيب الخروف ابو قرون يجيب الخروف ابو قرون الخروف اللي طرفه حلو والطرف حلو ليه؟ القرون بتفرق في الضحيه ايوه بتفرق ايوه الخروف الاقرع برضه ايوه صح كده بتفرق كبيت الخروف صح عكس الجدي يا حاج عكس الجدي صح؟ ايوه عكس الجدي الجدي يحبوا الاقرع ما يحبوش ابو قرون الاقرع اكثر من ابو قرون ايوه الاقرع ما حلو ابو قرون الاقرع في الجدي في اللحم ايوه صح يا حاج لكن اي جدي اقرع بلاقي لحمه كويس لا جسمه كويس صح ومصحح. الله يوسع عليك تشرفنا بيكم يا حاج في القناه تشرفنا بيكم وبرضه يا جماعه الراجل ده راجل يعني ايه عمي والله راجل عمي وصديق المرحوم ابويا وانا بحب ريحه الريحه الله يوسع عليك متشكرين يا حاج متشكرين الله يوسع عليكم. هذا يا جماعه خرفان اللحم والفئات اللحم مع المعلم علاء منور معلم علاء والله نورتنا يا حاج الله يوسع عليكم بالصلاة على حضرة النبي بالصلاة على النبي تبارك الله حاج يا اخي ما تريح سوق يا اخي لا ما اقدرش اللهم صل على النبي ربنا يديك الصحة يا عم سعيد بقول لك قول الرقم في التليفون بتاع رقم التليفون بتاعك 041 045 747 771 معلم سعيد الناس اللي سألتنا على الرقم وانا كنت سايب الرقم في الفيديو دقيقة جاي لك يا اخي اصبر معلم علاء معلم علاء بس بناش الرقم يا اخي 012 7 3 70 35 44 مين اللي بيضحك؟ ها؟ مين؟ مين اللي بيضحك؟ الله يوسع عليك يا حاج في نهاية الفيديو يا جماعة عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورة معلم يوسف منورة معلم منورين
السلام عليكم.